السلام عليكم الدراري، معكم حاكم كسيريكا. المهم الدراري، في هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم واحد الخبر اللي وصلتنا على واحد الدري من بنت قنيطره اللي توفى مسكين نهار الخميس بالليل. الاسم ديالو بدر الدرايدي. المهم الدراري، هذا الدري هذا بقى فينا بزاف، لحقاش ماشي شي معرفه اللي كبيره بزاف، ولكن كيبقى اموطار ديال بنت قنيطره. نبغيكم الدراري كلكم تدعيو له بالرحمه، والله يرحمو مسكين ويغفر ليه ويسكنو فسيح الجنة الدراري. وبالمناسبة الدراري، كنبغي نعطيكم واحد النصيحة الدراري، شناهي اللي هي: علاش اخويا السرعة؟ علاش اخويا الكابراج في الأماكن العمومية؟ علاش؟ ملي كتكون راكب في الموتور كتكون فرحان، ولكن كتنسى بأن خليتي من موراك عائلة، خليتي من موراك أم وأب اللي خايفين عليك أخاي. علاش غتبقى تجري؟ بغيتي اخويا الكابراج؟ كاينين لي ليغون، كاينين شلا حوايج، لبس لي بروتيج ديالك وتوكل على الله وسير لي سيركوي. اما باش تبقى تكابري في الزناقي وكذا وكذا، راه داكشي ما مسلكش. المهم الدراري، كيما شفتو راه الفيديو ديالو وريتو لكم في الاول، شفتو الرابطور كيفاش طرا ليه، والسيد مسكين راه توفى. وبالنسبه اللي بغيت تعرف عليه في وجهه، راه غنوريكم التصويره ديالو في الاخر ديال الفيديو راه غتكون. والمهم الدراري، في اخر حاجه غنقول لكم تكيسوا على الارواح ديالكم، والله يرحموا الدراري، عز بكم الدراري. وباش ما ننساش واحد القضيه، بغيت نقدم واحد التعازي بالنسبه للعائله ديالو، وبالخصوص الام ديالو السيده عتيقه الراضي. كنقول لها البركه في راسك، والله يبدل محبته بالصبر لاله، والله يرحمه وندعيوا له بالجنه ان شاء الله. شكرا لكم.